السلام عليكم. على السلامة. مرحبا بكم في البانيل الرابع واخر بانيل اليوم في الجوني زيرو اللي قريب تولي جوني ان تاع ريد سكور بعد ساعتين بس كده اللونش ايفانت. واحنا في سايد ايفانت ودي بانيل نحكيو على نقولوا ريد سكور تونس. حكينا اليوم على لي جون لي زادوليسون لوتيزاسيون دو الانترنت اي دي ريزو سوسيو اونتر اوبورتونيتي اي ريسك. كاين الانتخابات الجايه واللي ريسك نتاع لي ريزو سوسيو سورتو في دائره الانتخابات. كنا نحكيو على الرقمنه ديجيتاليزاسيون في القطاع العام وخاصه في القطاع الخاص. مي حكينا حتى لي زيفور نتاع سوسيتي سيفيل بور ديجيتاليزي ان اسبي او دو والصعوبات اللي تلقاها وقت تحاول تتعاون مع الطاقم كوبيراسيون مع القطاع العام. طبعا باش نحكيو على حاجه قديمه جديده متجدده معنا ثلاثه من شيوخ البلوغرين البلوغين مصباح نقول بلوغرين والله معنا لينا بن مهني وامنا كيلات اعطتني بيان ويكيبيديا. لينا بن مهني اللي ما يعرفش لينا بن مهني بشراء فجلي من الاخر راني ياوي كيبيديا وتحب تعرفوش لينا بن مهني يكتب في جوجل بن مهني واختار جا ثم كلوب فاير نتاع التيليس ثم كلوب فاير ديك بيكي والله بيكي الناس تصف لينا بن مهني جا بصح لينا بن مهني قال ما يقال عليه ولا فاش نخير نقدمه ماني لي بلوغور تاع ما قبل الثوره من العباد اللي كانت لازم تقبلها https://fr-fr وبالتالي تحط اللينك تاع فيسبوك تاعها باش تنجم تشوف الكونت فيسبوك تاعها بكل قله قليله اللي هذه. كونديدات ولا نوميني بري نوبل ابار لي بري اللي ربحوا بوليكير كوم لون دي زيدول بلوغوز تونيزيان اوني تري فيار انك معنا اليوم ليش. هذا كلام عنده فقط قدك أما اليوم مش سيدي أنا هو يحب أكيد أنا ما أعرفش عبد الكريم هو نجم كريم مش نقرأ عبد الكريم is Senior IT Support Communication Specialist Active Blogger since 2003 ما زلت ما تولدتش ذا هالي The Official Ambassador of Instagram, Foursquare, IEM, UN Plus Social Good, UNDP Member of the Mobile 4HD African Wide Program. The cream is also the founder of Beer. زميل. ميلارش بيل جيروان. بيل كونفرنس تونيزيا, بيل كونفرنس مينا, and Europe manager. He's co-founder of the Tunisian chapter of the Social Media Club. بن عبدالله. He's an engine in the Tunisian web sphere by founding and leading since 2011 the live blogging workshops. أكثر من 50 سيسيون لحد الآن. بنزلتكم وفقرة أخرى كيما برشا عمي كيما سيرلوغ انك وجود معنا اليوم زياد بن عمر لازم ما يعرفوش انه زي على فيسبوك زياد لازم وجود كان على فيسبوك لازم تطلع على جوجل مش يزيد في فيسبوك بعدين تلقى واحد مشاهد برشا في السطويات وسبت الناس الكل اما سيكتوريالمون مش كيف يعني واحد سبت الناس الكل مثلا رئاسة حكومة رئاسة جمهورية سوستيز سبت كل الأرباط عادي لا مسخر ويا مسخر براسه. زياد بن عمر يتعرف في اليونيفرسيتي بلوغر روسي واحد من السبيكرز باسم نقابة المسألة إجابة كاش تكتب مسيب كان في جماعة اللي عمتي السكتوري اللي بتاعه يستخدم في البلوغينج باش يوصل ال نقول كونتينيوس بروتست الاحتجاج المستمر احتجاج متواصل مستمر للأسادة ضد بعض السياسات ولا ضد الوزارة تعرفوا الحكاية أطول من اليوم نحكي واحدة في البرنامج مي أوفا أون بارلي هاشتاغ ستوب شيد إسليم ستوب شيد إسليم هاشتاغ داخل حامي هو لا شاهد عرفت إسليم عرفت كيف الفورمة حلبوس بون خلينا نحكيو بالجدد القديم خير والماء ما عايش سكسيس بركي ما قلقتوش شو نبدأ بلينا صباح لا في القاعدة هذه من نجموش ما نبدأوش بلينا طاوة اللي انت عملتوني ليه الناس كل تعرف في القديم الناس كل تعرف قبل 2011 الناس كل تعرف في الهاتفياس والتور والمضايقات و11 جانفي وما قبل 11 جانفي
وعمار كاتسونكات والكابتن اللي كانوا كنت توا تفرقوا لاسباب مختلفه. توا احنا ولا توا احنا وين؟ بلوجين في تونس وين؟ يمكن نحكيو على بلوغينغ هي بلوزيغ فورم. البلوغ كيما عرفناه في الاول بريسك ما عادش بون فما سايزي. انا باريزون ما زلت نستعمل في البلوغ مش ديما اقل من قبل فما نستعمل فما نستعمل فيه فما زاد حتى دي ميديا اون ليني ولاو عندهم بارتي بلوغ زاد كيما هافت بوست ما زلت متواصلة أما فقدت الشعبية نتاعها. دونك بلوغينغ اليوم الكتابة على الفيسبوك سي دو بلوغينغ، على الانستغرام كيف كيف طبعا تسكي لي زانفلونسور. دونك على شنو نحكيو بالضبط؟ دونك البلوغينغ كيما عرفناه احنا بريسك ما عادش موجود برشا. اللي كان مش لي غاية ربحية ومش سيتي باغ باسيون وعندنا معناها ان بوت اللي هو نبدلوا البلاد نمشيو للاحسن اللي ندافع على حرية التعبير. ما عادش موجودين البلوغ كيما هكاك البلوغوسفير كيما عرفناها. اللحمة اللي كانت موجودة قبل ما عادش موجودة. مثلا خلينا نحكيو معنا شكون من مصر مثلا كان جينا كيما قبل توا عندنا الحاله نتاع البنات في السعوديه وعلي عبد الفتاح والاخو المصارو الكل معناها كانت تقوم حملات منظمه البلوغوسفير الكل تاخذ نهار ولا جمعه ولا شهر نحكيو كيف الموضوع هذاك ضغط في تونس في مصر البنات كان فما موفمون هو سبونتاني اما ديما تبع بعض هذاك كله مش موجود طبعا للاسف اختفاء. جست خالد والفنان رضا يكونوا كيستيون اللي كيسبوز لينا الناس الكل بور دي ميني ريبونس مش هادو اون فان كونسيون مي سونز انتربسيون ديزولي لينا سؤال نفسه ليك ابليكي شنو البلوغينغ تو؟ البلوغينغ قبل كان بيان سور بازي سور لو بلوغ اللي هو لو سيت ولا ابليكاسيون اللي صنعها جيميل وقتها ما تعرفش مي لصقت لحد الان اذا نقول بلوغينغ رغم انه تقريبا بلوغ في تونس على الاقل من طرف برشا دول اخرى ما عادش تقدر تكتب على بلوغ اللي مصنوع بار جيميل فما حاجات اخرين فما حتى دي سيت ولا يصنعوا دي بلوغ موديفي بيرسوناليزي كما قلت انت هنا عبد الكريم انت الاكسبير دو لا شوز في تونس كيس كون بو ابلي بلوغينغ تو جو سي با لي تو سامبلومون لا بلوغوسفير كما كان تحتي كما تحتي لينا عملت طحنة كبيرة برشا ما تسلموا عن برشا حاجات بين قوسين انا يمكن نكون اكثر جماعة كانوا يخافوا برانويا في البلوغر ديجا انا لينا عمرهم كبرنا حتى اخبار بالنيونس هذا جي اي بي تي معناها المشاكل الكل قطر مي افير ميزور جي ابخي بحيث كون تعرف شوية شوية حتى كشتين تبيع النظام اللي هكا قريباي صحة هاد بلوكينيك بلو ضرب بلوك بلوكر بلوك سانس بلوك وبعد الكمبيوتر وبعد فيسبوك كل مرة كل مرة أنت وحدة تضرب شو بعض كان نظم على المهم البلوك المهم طلع جميع الأصوات قوية برشا اللي هي حسب رأيي أنا على كونتريبي قاعدة اليوم كونتريبي برشا في البلاد لفاصل أدخابير سون سيرز سون إكسبيرينس سون ريلاسيون و سورتو سون ليدرشيب احنا تعلمناه احنا بوندون الكنز ولا بنتاني الخنين خلونا نكونوا نقوم بيف دي بروجي اخرين مهمي كما بار اكزومبل هنا على في اكسيو بروجي نتاع المكتبات في السجون مثلا بار اكزومبل انا بيل خدمه الحكايه النقابه اللي هي اجابه وانا الشركه كم الخدمه نتاعو كي باغيتي ونا سومو اون بلوك بوكو بوكو موا كافو mais on train على الاقل on s'investit في نفس الميسيون تاعنا من الاول اللي هي كما قال كينا كما قال ميك تونيزيا جريت مش جريت جيت جريت في الكور لا بينا كان جريت جيت ما دونك دونك سي او سي سامبل كو سا فرقنا مي حتى كتفرقنا عملنا بليزيور بروجي كل واحد مشى في جير عمل بليزيور بروجي برشا ايزون كارتوني على الاخر برشا نون با في ان بون بابا
وتعلمنا من بعضنا. انا احب الناس تعلمت من لينا وتعلمت من سفيان الشرابي، تعلمت من البلوجر الاخرين البعاد والاقراب واللي عمري مريتهم وكل شيء. خاطر وليت تخيز انفلونسوني مش انفلونسوني، انا انفلونسي باغ العباد اللي خير منك، قد ما تكونش خير منك. دوكو احنا اون في بارتي دو نو جينيراسيون اللي سا ميسيون la plus importante c'est de continuer le binaire parce que نحس انا واحد الناس بعد من الامس نحس روحي اللي تعبت وخفت وهربت منه كل شيء، خسرت النورد وكل شيء ولا السيدين تتصور نتاع التورناد نتاع ليغا وانت متنكر ومش من نهر الناس باش الجناج اللي بعد مش عندها جلد الموقف برشا افلام كله الى ابوتي كيك شوز سي لا ابوتي كيك شوز سا بيدير سافا الى با ابوتي حاجه ايديال مي على الاقل حاجه خير من قبل. دوكو اون فا كونتينيي بو اريفي ا ان اوتر ايتاب اخرى وهم واصل حتى ان نوصلوا لهذا الحق والحلم تاعنا السعادة والرخاء. زياد السؤال اللي كنت فصان اسكو تقدم روحك على انك بلوغ سورتو وزاد تكتب في فيسبوك ولا عندي بلوغ نتاعي انا قاسم بلوغ السنتي ترى ما عرفتش نشري هذا فانا مثلا واحد ما قدرش نبيع حتى 50 سنه قدام اي واحد يقول لي بلوغر من توا عمل 10 سنين بعد نحكي هو راه فما ناس تعرف البلوغ نتاعي ما تعرفنيش مسلسل تونسي بون ليكسبيريونس نتاعي مع الموند تاع الانترنت ممكن نجم نقول من الجيل تاع التونسي اللي دخلت في الموند ديجيتال بوك نقرا في اوروبا في لي زاني 90 حتى كنت راه في فاكونس في تونس ما فهمي عطا انا يلزمني نعمل 50 كيلومتر باش نمشي نلقى سيبال كافي باش ندخل لاخي وبديت بون فاسون انديريكت احنا كنا التوانس اللي نقراو برا لي ستوديون مقلقين برشا من السيتواسيون في تونس. انا نحب نحكي على الادفوكاسي بلوغينغ خاطر نحكيو احنا على البلوغوسفير فما في الفن في الليزار في التكنولوجي معناتها سورتو في اوروبا معناتها لا نوسيون تاع البلوغينغ تختلف على تونس خاطر احنا في تونس في حاجه الى انه تكون فما نفس حريه ديمقراطيه انتي بسويت دونك مشينا اكثر في الادفوكاسي معناتها في كيش نقول فكنت كنا ندخلوا على الفوروم توانسه احنا كنا ديما انيم ندخلوا على الفوروم من الناس الاولى اللي بدات تحكي بالدارجه وتحكي بكلام معناها اوزي وكل شيء كنا نتفاعلوا مع تكريز وكل شيء دون الانونيما ابسولي ما كانتش فما حاجه منظمه مي اون ايتي دي زانديفيدو مينسكول خفيف برشا نكتبوا جروب صدوا انا نحكيو والدوله ما كانتش فاهمه شكون هذوما خاطر مستانسه داك الكليفاج جوش دغوات غير وتلقى ناس تونسي ما عندوش معناها مكسر الايديولوجيا سي دو سويت من بعد دونك قعدت اون بون بارتي في اوروبا وقتاش معناها الاكسبيريونس تاعي تختلف على كريم ولينا هو انه بديت نبلوغي شويه قبل الثوره دي وقت اللي بديت دخلت معناها نتاع فراكا معناتها في البريود نتاع الدنيا والكلام على كل شيء بون نتبع في الفيسبوك معناتها في 404 وعمار كل شيء وندخل نتفاعل الى اخره من بعد دونك فما ايميسيون سو فرانس 24 يحكيوا على سيتياسيون في تونس بون نمشي نعمل هكا نحل البلوغ نتاعي مثال تونسي وقت نعمل نبعث ميساج لفرانس 24 الاسم نتاعي قبل فك البريود اللي معناها فريمون معناها فما تقريب 7 أو 8 أيام قبل يمشي بن علي البريود صعيبة برشا ونقع باسمي نحكي على الحزب الحاكم على الكوربسيون على المافيا كيفاش الناس فدت وبعثت هكا ميساج لفرنسا 24 ميساج تعدى بعد دونك كلموني قالوا لي راهم انت جيو داير دو بيغسون فما اون بيغسون كي ايتي اريتي على الايروبور وهربت من الدار في البريود ديكا حتى الفيلم غوزمون طلعها بن علي وبعد بديت الاكسبيريونس نتاعك دونك تنجم تقول معناتها بديت اون سومان افون لا ريفوليسيون نكتب البلوغ نتاعي وبديت نكتب الاول على كل شيء نحن نحبوا على الديمقراطية نحبوا على الحرية نحبوا على الموند ميليور دخلت زاد الكونتربيوتور نويت كتبت بليزيوغ ارتيكل مع
الحلويات وزدت لحد الآن كتاب عندي يعني أرتيكل هكا شوية سوري وعنده أسبي هكا جورناليستيك ديما نبعث النوايات ونحطوش على البلوغ نتاعك. نجم نقول اللي جو بونس معناها parmi les blogueurs les plus réguliers معناها pratiquement ما قصيتش على الكتيبة على البلوغ نتاعي وثالي التونسي دونك ممكن في فما دي بيريود نقعد 2 ولا 3 ما نكتبش اما معناتها من depuis 2011 jusqu'à maintenant عندي تقريبا 12 معناتها فما facilement 1500 billets اللي كان مش اكثر les phases نتاعي باش كنت نعتبر نفسي بلوغر معناتها je suis un blogueur par excellence معناتها خاطر نكتب بقى شنو الحاجه اللي معناتها خلتني نكتب الاول هي نفس الحاجه اللي خلتني حتى انا سخت مومون وخرجت شويه وطلعت العمل النقابي باسكو شوية كو فونداتور ومنسق عام مساعد معنا فيس بريزيدون تاع نقابه مستقله للساده الجامعيين اللي هي معروفه ايجاب واللي هي نقابه مش تابعه للسنترال سنديكال تاع الاتحاد واللي خلتنا نحن اليوم براتيكمون اون سوبي اون اكستيرميناسيون اون دوس خاطر با بارتي دو سيستيم تونس مالوروزمون سيستيم في الحكم سيستيم في المعارضه سيستيم في العمل النقابي هو ديما توجور شيرشي لا تخوازيام فوا دونك الفوا الاول الاعلان الرسمي ما نجمتش تمشي فيه تعمل انت تبلوكي باش تعبر على رايك بعد الثوره زاد معناها فما ولا ساهل برشا انك انت تكتب وتنتقد وتسب وكل شيء ولا تحسن معناها في السيرونشي هذاك اللي خلانا نتصور حتى معناتها الناس كل خلاها توخر خاطر سي ترو فاسيل معناتها اي حاجه ما كيستيون بلي وشبيك انت اللي ريبونس ما جاتش زاد من الانونيما للعلب من عطل تونسي الى زياد بن عمر في فيسبوك اي لي ريسك شنو تبدا والله اللي تبدل وقت اللي انت تبدا ابيزاج ديكوفير نجم يجيك تشويه نجم يجيك سبان نجم يجيك اتاك بيرسونيل ينجم يهتك لك في عرضك ينجم يخلق لك حكايات فهمتني دونك هذه اكثر حاجه سورتو انك اذا كان انت تعتبر نفسك انت تو ديرونج ان سيستيم دونك يولي يخلق لك حكايات يولي يشاف لك كتابات ودير معناتها اللي مثلا صار لي بيرسونيلمون سي ريان بارابور الناس كيما لينا خاطر نشوف فيها ديما معناها اون بيرمانونس معناتها فهمتني خاطر معناتها انت باش تحكي فما ناس مش يعجبها الكلام تاعك ما ينجمش يحكي على الكونتوني تاع الكلام تاعك اسهل طريق هو انه يعمل الفيزيت كاد دي لابيل يضربك ولكن بون معناها فما فكره اللي قالها كريم بلي نحن راهو حاجه باهيه انك وقت اللي انت تبلوغي معناها انت عندك اون فوا وعندك معناها بيرسوناليتي اللي تخليك انك انت من الاكسبيريونس نتاع البلوغين نتاع الفوكاسي انك انت تنجم تكون اوبينيون ميكر ولا اوبينيون ليدر والى اخره وذاك علاش قلت لك اليوم ما عادش نكتب على كل شيء جو شيرش انه نحكيو على معناها السيتيزن شيب في البلوغين نحكي برشا على الدومين نتاعي على اليونيفرسيتي نتاعي على خاطر مالوغوزمون في معناها فما وسائل اعلام قاعده تخدم بالكلام فما وسائل اعلام راهو قاعده تخدم الكونت نتاع ناس تخدم رئيس الحكومه ناس تخدم الاحزاب معينه ناس تخدم للاتحاد دو فاسون انك انت ما تنجمش ما تكونش عندك كونفيونس كبيره في وسائل الاعلام الكلاسيكيه تخلي انك انت معناها اوديلا دو فيت ان هي اون باسيون توثق بالتاريخ خاطر متاكد انه هذاك العلاقه مش يقع بالتاريخ وزيد تعطي اون اوتر ديمونسيون تعطي معناها دي فيت اللي هما ما ينجمش يحكي عليهم الاعلام بون معناها بور ريبوندر على كيستيون انك انت تخدم تكتب افيزاج ديكوفير انك انت عرضه اكثر للكريتيك بيرسونيل والانتقادات الشخصيه. تكري 16 عام في دومين بلوغين 8 سنين انضم 8 سنين فوق. لا انا انا ما عمرك قلت راني ديما بلوغتي باسمي كل شيء واضح طلع من الاول. تاني مال هل مازال فما لي ريسك بعد الثوره؟ لي ريسك اظن لي ريسك اللي اكزيست سيرتو تعرف مليح حاليا احنا باغ اكزومبل احنا اخر حمله عملناها ناجحه السنه هي تاع سيزيام اني تاع فتره تاع
تعرفوا فلاتر ولا؟ سان جروب ديال جروب فيسبوك تدليك مع عاد علمي فوق وتسكيل دغوان تاع ناس بتحل القهوي ولات بعد الحكايه خويا على الاخر انا تخافي لو طون باسكو جي موسي اميرسي العالم تاع فيسبوك على الاخر على الاخر جي فوندي بليزيور جروب كيما جروب نتاع كنت عطاف جروب قد راجل من أجلكم ولا؟ وتمريزهم من أجلكم تعرفوه ولا؟ والبهجة والبهجة سنتون تو سكو دو جروب كو جي فوندي هو ديال البيت هو البيت باش 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 بعد صحن تونسي الحال معايا ولما عملنا في الجروب نتاع الناس عملنا أكثر من 30 اكسكيرسيون بين تونس وبنزرت وسوسة وصفاقس لو بوت نتاعو سيتي باش ما نكونش أنا en tant que blogueur ونحس روحي لابس كوستيم وكل شيء بعيد على بعيد على العباد العباد في سونس فيسبوك الفو علي سور فيسبوك العباد تحب الماكله انا نحب الماكله دونك كان نخرجوا جي في انسيونس مانيفيك عرفت اخر شيء من الناس عرفت كيفاش الانترنت تونيزيان البونس اول حاجه جينيرالمون العباد اللي يهدوا العباد الاخرين يمشي بفاسون يهدوهم بفاسون حداهم فيزيك سخي غار باش تحكي الدور تولي بالحق فيزيك انا كنت شاد جروب تم اطمئن الناس قالوا لي اجا دارت المدينه غادي نعطيك تريحه قلت لهم المدينه خدم جامع زيتونه قعدت نحكي مع بريا صحاب سو سام كو سا بور سامبل ريزون الانترنت ورا الكرون سي با الانترنت الحق هذاك اللي هو اللي يخوف وراهم اللي ما تعرفهمش اللي ما تكلمش اللي ما يقولكش انا نضربك هذاك اللي يخوف الحق اي بوندون تو سي بيريود لا جي تري تري رارمون جي دي بروبليم على بالي mon seul problème était مع الصوت انا مع الغاز مع الحاكم مع كل شيء كما الناس كل كيف تصور انا معناها ادخلوني بيان سور سا بو ايدي برشا اجوردي مثلا الناس كيما مثلا فيكتور بوي ولا زيد ياخو حد سي توجور طول الشاغل نتاعو الشاغل نتاع زيد والشاغل نتاع فيكتور هما انونيم تخاف نهار تقابل فيكتور بوي Être une personne affichée de ce type, elle a son style, elle a ses contraintes, elle a son charme aussi. Elle, j'ai pas eu besoin de ce qu'on a mis. J'étais très prudent, j'étais jamais anonyme. Quelle période anonyme? J'ai des comptes anonymes, autant il existe, il y a des comptes anonymes. سام كيف على أخرى؟ معناها لا موين دو باج اون بيرسون نورمال تونس نورمال ودي نورمال معناها واحد في الميركاتو نتاع الزلمين راه يعملوا عنده نورمال عادي عنده 400 باج باش نقطة قبل نقطة تضيع على الاخر ولا لي با وجد جميل جاتك غواخ انا نعرف طفلة عندها 60 كون فيسبوك 60 ماشي فيهم واحد 60 عملنا سيرفي اون 2014 على ايشانتيون تاع 600 بيرسون 10 بيرسون من العباد يزون بلوس كو 10 كون فيسبوك على خاطر اوفري ان كون فيسبوك سي غراتوي سي فاسيل اي سا بيرمي دافوار العباد ما يعرفوش سو با كومون سيكسيوني لو رامي لو بلاص دامي اي بريفير سيكسيوني دي كونت سي فري راه الاولاد الاولاد عندهم برشا دي كونت نتاع بنات شو بس اسم الغادي وغادي يعرضوا اسمع الطفل هذاك حكى معاك الطفل مزيان وعاق ونعرف راه كل شيء ولا عارف كيفاش التفاصيل دوكو راني ما تو جوردي مال فازمو الا دوت انا الاخر الساخن تاع بزنس ونتاع ام ال ام ونتاع بزنس ونتاع قلب كل شيء انا جميع بزوان ركوب للنيما اللي هل معكم ديجا اليوم لاباس توفيق وكنت لكم جو سوي تاع الجروب فيسبوك هذوما اللي هما اللي ثم بليزيور بلوغور ماجوريتي تاع بلوغور ايل اجوردي ميم ايل ريفيوز كاتيغوريكمون باش يتخلط على العباد باش يتخلط على العباد دونك ايل سي سون ديستانغي سون ديستانغي فما شويه نتاع وشي
نقولوها يعني صحيح. طما برشا طما برشا ديبلوغات نو فيل باس سميلونجي لعباد لعباد معناها العاديين ولا لعباد اللي مورتال كيف مورتال دونك اسبيك جي بون اسك سا ليه السؤال نجم نسأل؟ J'allais demander est-ce que vraiment, réellement, dans cette Tunisie qui est en transition démocratique, on a besoin toujours de garder l'anonymat ou non? Cette question, c'est pour vous. Je sais très bien que Lynn, elle s'affiche beaucoup. Elle partage tout, presque, ses mouvements et tout. Mais est-ce qu'il y a un risque de régression dans les libertés qu'on est en train de vivre maintenant? Et est-ce qu'on sera menacé? Ça, c'était presque ma question. J'étais presque dans l'anonymat, mais بنات وسيا مي حتى تصويرتي في البلوغ وسيا نقل يسفي تكليكي سور البلوغ باش تعرفوا عن تصويرتها وراي لينا في وراي وفيسبوك وادريس خليني نكمل جملتي دونك لا كيستيون لينا فريمون اسكو لي ريسك تعطاو اكثر ولا اسكو قادرين نرجعوا ولا بلوتو اسكو لينا اوغا بيزوان دان انونيمون bon, les risques, il y avait surtout Nina. On a hâte qui sorte, mais je sais que j'ai tout Nina. Donc, j'ai ma mère qui a la censure. Il y avait la censure systématique dans le blog, Twitter, Facebook, tout le monde. بعد تطورت الامور وليت كي نمشي نقرا ولا بعد كي نقري عندي ديزانديكاتور في الكلاس اللي نقري فيه هذا فقت بها لو 13 جانفي في الليل كي خرجوا جماعه تاع جامعه يسيحوا جاني واحد انا نسخيف وليتيديون تاعي جي وقفني سامعني الكلام طلع انديكاتور حاجه تقولي في الكلاس معناها ويجي يحب يجبد مواضيع كل شيء معناها هذه من الحاجات نهار على غمار معناها امي وبابا موجودين معناها خاطر انا ما مش انا بركه عشت دخلونا للدار معناها الامن الدوله بون ميزون فيزي فيتي بيان سور لورديناتور لي اباري فوتو مي حتى ما سرقوا لها ذهبها وكل شيء ما تعرضت المضايقات في ما كنت تقري في الليسي معناها وصلوا حرشوا عليها كلام ذا باش عندو دي جروب فيسبوك معناها تشويه عرضها وكل شيء بابا كيف في الخدمه كانوا يقلقوا فيه بيان سور هذايا كان عرفته بعد الثوره ايمو توجور كاشي تو سا بون بار حكيت سرقه وكل خاطر سيتي انفيزيبل بعد الثوره بون الشهر الاول سيتي اتاك من العباد يا اخي انت شكون وش عملت الوغ كو انا عمري ما قلت عملت حتى شيء سورتو مع نوميناسيون بري نوبل وكل شيء وهذاك بعد مع الوضعيه اللي وصلنا لها والانتخابات وكل شيء ولا التهاجم مش من ديز انديفيدو ولات احزاب ووصلت الامور للاسف للتهديدات بالقتل عندي توا 6 سنين نعيش بالحمايه توا مازال عندي حماية أمنية وين نمشي معناها معايا بوليس اللي بريزون ايسي لا لا ريت في اليوكاي مقهى فوالا دونك عرفش اليوم التهديدات جاية من النظام خاطر تعرضت زادة للاعتداء الأمني وأنا معايا مرافق أمني 2014 حاطت جربة ونلقى روحي من شاكية وليت متهمة المهم توا القضية طاحت كمتهمة والأمنيين اللي اعتدوا عليا
توا تعدت لهم دائرة الاتهام وصارت الجلسة الأولى 25 سبتمبر جلسة أخرى، وأنا نعتبره انتصار خاطر جينيرالمون الأمن في تونس كي يعطي دي عليك تشكي ولا ما تشكيش كيف كيف، دونك قضية تعدات أوروزمون كيف كيف معناك الأمطرايح اللي كليتهم بعد الثورة أكثر من اللي قبل الثورة. رغم الناس انا قرر ان انا جيت بارمي برشا بلوغر كلهم خافوا حتى باش قبلها في الشارع حتى التلمو اللي تي تلمو فيغال تلمو قويه اللي معناها نحسوا حتى مجرد اللي باش عرفها راك باش تشيش الحبس عرفتك تودي الدنيا. ولانكدوت فما مره عملنا قهوه كان معنا شخص علينا في ذكره شخص الناس كلنا في اللي هو بوليزم مش بوليزمي السيد اللي قاعد معانا وقت انا ولينا معناها اليوم القهوه كي دخلنا قبل ما ندخلوا بشويه فيرنا وانا حومتي سونتروفيل معناها نجم نعرفها وقتاش تبدا وهذه وقتاش تبدا فيرنا من بدرج قال عشلي ولدي هذا السيد هكا يرعش يرعش قلت له ايش بيك قاعد نعملوا في قهوه يودي قال لي يوم هدوا قلت له في بالي هدوا مخي يوم قاعدين يهدوا لا قلت لينا سيفيكوها انك مش لازم انك تقابلها باش تكون تحت ريسك لينا انك تدخل بروفيل فيسبوك نتاعها جمعتين الاخرانيين على قبل الثوره لازم يحضمك براسك قول ولدك ناقصك الخلطات الشفاف وكل حاجه اللي نحن فيها برعايه ليها ما كانوش يجيبني مباشره تعرفوني منطقه عاد يبعثوا لي ام دركاني كما حيرين نحب الحي صادق خير حي بلده مني على كل الوالدين اللي صبروا لنا وعن شيء كان ناس بيرسونال طاوله ده بازوات ده عبيدين وفتح عليه عبيدين في نظام إكسبرتيز هل قديم استخدموا في الزوتي اللي عنده طاوة إفكاس مو لأنه هو زوتي تاع البلوجينج ده بني احنا كما قلنا احنا عملنا رنا اكثر من 28 ب 65 من بنزرة تونس كيف دوز صيادة سوسة عملنا برشا دي ورك شوب انا تخو بروبر كيس معناها بلي موين بوغ اما كوبا تيغاج شو بلاصة اوكي ديجا معنا لينا حط معنا في الاتيليين تاع الزهرة وسا سوسي باش نحاول نعملوا اليوم في البلوجين سي با ديفيسيل سي فاسيل بعد عملنا السوشيال ميديا كلوب باش نعملوا اليوم راهو ثم اوليني زوبورتينيتي راه الفيسبوك راه مش متصرف راه الفيسبوك سي تاع ترامبلان غير اوبورتينيتي كبار نذكركم ان اللي توب 20 تاع لي سيت دخل في الفلوس في تونس ماهوش فيسبوك توب 20 تاع سيت دخل في الفلوس هما لي سيت نتاع النيوز خاطر يخلصوا على الادز وسيت تاع اي كوميرس خاطر دخلت بيهم سرعه ابار سا فما حتى في العالم ويجي قابلني ويقول لي انا ربحت فلوس اتخافيها فيسبوك حطيت صبات على فيسبوك هذيك تسمى انونس اي كوميرس ولا نجموا دخلوها في الاي كوميرس سي با اي كوميرس سي با استعمل فيسبوك باش يكون فيسبوك فوالا سي دو اف كوميرس دونك فوالا لا نجم تقول لا فيرسيون تونيزيان نتاع فيسبوك فور بزنس ولا كيما هكا دونك احنا اخذنا السوشيال ميديا كلوب دو كوم نو اون اوفر دو ورك شوب غراتوي مره الجمعتين اوني بريزون توا في تونس تونس بنزرت ونابل وسوسه وصفاقس اي تو سا سي ترافاي نتاع لي كلك بنيفول اللي عندنا باش نحاول نوصل العباد اللي راهو الفو سو غيفي الفو سو غيفي الفو اتر اكتيف الفو فيغ عند التالون خابي عندك الفو لي زيت بلوتي اجوردي اون غالير بو تروفي ان ريداكتور ويب كيما قال الحق كصباح كي جماعه الست تاع نيوز ست تاع نيوز يعملوا كوبي كولي تلمو وصلوا عشان يعملوا كوبي كولي بدو الأردن تاع الجمهور لك هاو واللي ما كانش على الفوت
ليه هو في ابستراكشن اللي فود اورتوغراف واللي فود سنتاكس ما ماشي كيوادي الكوميونتي مانجر بتاع وسيله اداريه عالميه كبيره ياسر في تونس رقم واحد كنت دائما استغرب دائما استغرب من حاجات البروتوكول شفت الشخص قدامي وصلت الباج على الشخص في البروش حقه اظن صحيح وراه وراه وقت ما قال يحكي زيد تحكي على الحكاية par exemple l'advocacy on a été consulté plusieurs fois par des NGO pour l'advocacy معناها انا معناها مره جاتني البنود في consultation معناها انا بصراحه بلاش يخطر على البيون عطى مليون ونص على نهارين خدمه par exemple sont des trucs qui arrivent على خاطر vous êtes des internautes mais si vous n'avez pas une expérience qui est prouvée à travers votre خدمة تاعك كما نقولوا احنا un designer il a un portfolio à Behance youtubeur عنده اشياء يوتيوب سûrement je peux te dire moi il faut savoir حاجه تجي وكولين معناها ton expertise il faut la mettre en ligne il faut la mettre en valeur ça peut changer votre vie ça peut vous offrir des opportunités professionnelles et personnelles importantes il faut you have to move ahead يزيد من الوقت كده bien sûr tout ça on a acquis grâce aux longues années تاع التقاطناج تعلمنا بالواحد نتعلم شوية شوية ما تنساش حاجة كريم كنا نبارتاجيو ياسر مع بعض كما قالت لينا قبيلة ما عادش نتقابلوا كما قبل قبل المينيموم في الجمعة فما ياسمينة فرايداي من غير ما تكسر راسك دكتور البوكسي عشيت لحد في قهوة الوازيس معناها كانوا عندنا بلايص ولازمنا نتحركوا باش ما نحصلوش وما همش نفس العباد اللي يقعدوا الجمعة هذه يقعدوا الجمعة أنا يحيى أنا تري مرة في الجمعتين أنا رونكونتر يكس مرة في الشهر رونكونتر على السير وعلى الويب مرة في الشهر وأنا حرة كمو أتغي العباد ده حكاية تصلح ولا بمو بالحق ولا غرزمو أخنا مليونين كوميونيكاسيون عنا ببليك جيل مي سي با سيفيزون بارابور إحنا نقولوا بعض سيكو لكسيون اللي جاي الافيشنسي تاع الميزاتو يعني هي جاوبت كيما قال الرجل الحكيم الله يحفظه في مده صمت انا نبدا فور فري زياد الكيستيون اللي كنت بلو سوفيستيكي شنو اللي ماشي معك اكثر توا في الكوز بارك سو كوا دي بلوك صح ماشي هي الكوز ولا ها السؤال شنو اللي ماشي معك اكثر كوم وين الوصل لي زوتي خلينا نحكيو universitaire à tout moment marre de passer le tard le séjour malgré des dangers réels quand on a commencé on a choisi je connais mes on a commencé à toucher des choses qui بالحق قلق السيستم علاش معناها في اطار العمل النقابي بتاعي قاعد نستعمل في البودين كوسيله مثلا نحكي كونكريتمون فما ان بروجي تاع université فرنسويه في دير البيت عاش كان اسمه توشي في البروجي تاع الجامعه الفرنسيه البروجي هذا متعدي اون دوس الوزاره عامله انا كوب مع صندوق الودع والامانات اللي هو الارجون تاع الكونتريبولاب يحبوا يعملوا يونيفرسيتي بريفي يجيبوا فيها لي ستوديون سوبساريان فلوس برشا فلوس ومن بعد باش يحلوا الباب لولاد التوانسه مين بالفلوس هذيك وهي عبارة على ان كون دو ريتونسيون عرفت كي الحراك يقولك جيبهم خليهم في تونس خير ما تخليهم عندي في السونتر دونك باش يكون هو خاطر اوروبا ما عادش تنجم فرنسا ما عادش تنجم